طلاب الأعزاء، في هذه المحاضرة هنبتدي نتكلم مع بعض على المسلز في المناطق المختلفة من الجسم. بعد ما اتكلمنا على فكرة عامة عن المسلز وأنواعها والاتاتشمنت بتاعها، هنبتدي نتكلم النهاردة in lecture 8 على المسلز of the head، عضلات الرأس. لما نيجي نتكلم على المسلز اوف ذا هيد، هنبتدي بالمسلز اوف ذا سكالب. السكالب هي فروة الرأس، السكالب هي فروة الرأس. هنبتدي نتكلم على المسلز اوف ذا سكالب. لو دي فروة الرأس، انا ببص على السكالب من فوق، يعني ببص على السكالب from the upper aspect، ببص على السكالب من فوق. او لو هنتكلم كده بلغة السكال اللي خدناها في السكال، بنبص على السكال من ناحية النورما فيرتيكالز. In the scalp، في فروة الرأس، we have only one muscle اسمها occipito frontalis، يعني في فروة الرأس كل دي muscle واحدة، muscle واحدة اسمها occipito frontalis. ليه هذا الاسم occipito frontalis؟ occipito لانها تمتد من عند الاوكسيبيتال بون بوستيرلي وتمتد اماما لغايه لما توصل للفرونتال بون انتيرلي، يبقى هي ابتدت من عند الاوكسيبيتال بون واتاتشد للاوكسيبيتال بون بوستيرلي وهتكمل الامام لغايه لما توصل للفرونتال بون، عشان كده سميناها occipito frontalis muscle. The scalp has only one muscle which is the occipito frontalis muscle. يبقى هذه العضلة هي العضلة الوحيدة الموجودة في scalp of the head. هذه العضلة عضلة غريبة شوية. It is formed of two frontal bellies، يعني ليها جزئين هنا، دول بسميهم frontal bellies. And two occipital bellies، يعني جزئين اللي هنا دول بسميهم occipital bellies. which are inserted in the epicranial aponeurosis، هم شابكين في هذه الإبيكرينيال أبونيروزس. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن هذه المصل عبارة عن two small muscles anteriorly، جزئين من عضلات anteriorly اسمهم frontal bellies، وعضلتين صغيرين posteriorly أو جزئين من عضلات posteriorly اسمهم occipital bellies، واللي شابككم كلهم مع بعض، هم شابكين في هذه الطبقة من الفايبرس تيشو. هذه الطبقة من الفايبرس تيشو دي بسميها epicranial aponeurosis. وبرضو ليه epicranial aponeurosis؟ aponeurosis تعني dense layer of fibrous tissue، طبقة سميكة من النسيج الليفي. طب ليه epicranial؟ epi يعني فوق، cranial جاية من cranium، وcranium هي السكال، فالآن الطبقة دي موجودة فوق السكال سميناها epicranial aponeurosis. يبقى هذه العضلة the occipito frontalis muscle is formed of two small muscles anteriorly أو two small bellies anteriorly، small frontal bellies عند الفرونتال بون، two occipital bellies posteriorly عند الاوكسيبيتال بون، ومتشابكين مع بعض كلهم بهذه الطبقة من الفايبرس تيشو اللي اسمها epicranial aponeurosis. لما نيجي نتكلم على الإبيكرينيال أبونيروزس، هنقول this is a sheet of strong fibrous tissue on the skull cap. sheet طبقة أو منطقة من strong fibrous tissue، نسيج الليفي قوي، on the skull cap، skull cap اللي هي upper part of the skull. and this epicranial aponeurosis receives the insertion of the frontal and occipital bellies. يعني الإبيكرينيال أبونيروزس بتستقبل الإنسرشن بتاع two frontal bellies، وبتستقبل ايضا الانسرشن بتاع التو اوكسيبيتال بيلز. طيب يبقى دي فكره عن الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. لو جينا شفنا منظر جانبي، ادي منظر جانبي من ناحيه واحده، دي الفرونتال بيلي انتيريلي، دي الاوكسيبيتال بيلي بوسيلي، وما بينهما اللي عندي هنا هذا الشيت الابيض اللي رابطهم هو الابيكرينيال ابونيروزس. طبعا هنا عشان بنشوف المنظر من الجانب بتظهر one frontal belly occipital belly، من الناحية التانية هيبان frontal belly occipital belly أخرى. طيب تعالوا نشوف كده الفرونتال بيليز دي أخبارهم إيه. إحنا متفقين كل عضلة لازم نعرف لها origin وinsertion، واتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على origin والinsertion، وقلنا الorigin هو الطرف الأكثر ثباتاً
والإنسرشن هو الطرف الأكثر تحركا. طيب لما نجي أشوف الفرونتال بيلس هتاخد أوريجين منين؟ The frontal bellies take origin from the eyebrows. يعني الفرونتال بيلي هتاخد origin from the eyebrows. الايبراو اللي هو ايه؟ اللي هو الحاجب. خدت origin من الايبراو هنا من الحاجب هنا and it passes backwards to be inserted in the epicranial aponeurosis. طب امال الاوكسيبتال بيلس خدت origin منين؟ هتاخد origin هنا من الاوكسيبتال بون. It take origin from the occipital bone وراحت مشيت للامام to be inserted in the epicranial aponeurosis. يبقى الفرونتال بيلس اخذت اوريجين فروم ذا ايبراوز من الحاجب من السكين اوف ذا ايبراوز السكين بتاع الحاجب وراحت باكوردز انسرتد في الابيكرينيال ابونيروزس بينما الاوكسيبتال بيلس اخذت اوريجين من الاوكسيبتال بون اند ات باسز فوروردز تو بي انسرتد اولسو ان ذا ابيكرينيال ابونيروزس. عشان كده في السلايد اللي فاتت اتفقنا ان هذه الابيكرينيال ابونيروزس ريسيفز ذا انسرشن اوف ذا فرونتال بيلس اند ذا اوكسيبتال بيلس. مع كل مصل بتقابلنا بنهتم بيها بنعرف الاوريجين والانسرشن وبنعرف الاكشن اوف ذا مصل اند اتس نيرف سبلاي. ذا اكشن اوف ذا مصل يعني ايه؟ ذا اكشن اوف ذا مصل يعني العضله دي لما تنقبض وتقصر هتعمل انهي حركه. What is the action of the occipitofrontalis muscle? It pulls the scalp forwards. It pulls the scalp forwards. خدوا بالكو ان المصل دي لما تقصر هي هنا شبكة في السكين of the eyebrows. هنا شبكة في الابونيروس. لما تقصر هتشد السكالب الورا. هتسحب السكالب الورا. لما تقصر هتشد السكالب كله او فروة الرأس الخلف. Pull the scalp forwards. لما تسحب السكالب كله لورا هي هنا شبكه فين؟ في السكين اوف ايبراوز. طب ما انا لما اشد السكين اوف ذا سكالب باكوردز كمان السكين اوف ذا ايبراوز هيتشد باكوردز. لما السكين اوف ذا ايبراوز يتشد باكوردز ده بمنتهى البساطه هيحصل له ايه؟ الايبراو هيترفع لفوق. يبقى معنى كده هي الاكشن ايه؟ ات بول ذا سكالب باكوردز اند ريز ذا ايبراوز. هترفع الحاجب لاعلى. داس كوزينج the transverse wrinkles of the forehead. لما الحواجب بتترفع لأعلى بتعمل التجاعيد العرضية في الجبهة. لما واحد يرفع حاجبه كده وقف كده قدام المراية ويرفع الحواجب هتلاقي ان حصل تجاعيد عرضية في فرو في جبهة الرأس. طب وبعدين لما بيحصل هذا الاكشن يعني لما العضلة دي تنقبض وتشد كل السكالب باكوردز هترفع الايبراوز هترفع الحواجب فتعمل التجاعيد العرضية في الجبهة giving the expression of fear or surprise. يعني ديني ال expression او التعبير الوجه اللي بيعبر عن الفير الخوف or surprise التعجب. يبقى حضرتك لو جيت شفت منظر وتعجبت منه حينما تتعجب هترفع الايبراوز بواسطة هذه العضلة اللي هي اوكسيبتو فرونتالس. فلما ترفع الاي براوز ممكن تديني الاكسبريشن تعبير التعجب. اما لو كنت شايف حاجه مخيفه وخفت برضه هترفع الاي براوز بواسطه هذه العضله. يبقى نلاحظ في هذا الامر ان هذه الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل شغلتها ايه؟ شغلتها انها لما بتعمل كونتراكشن وبتقصر بتشد السكالب كله لورا. لما تشد السكالب كله لورا هتشد الفرونتال بيلز لورا. طب الفرونتال بيلز دي شبكه في الاي براوز فلما دي تتشد لورا الاي براوز تطلع لفوق. يبقى هذه المصل شغلتها pulling the scalp backwards وده يؤدي الى raising الاي براوز رفع الحواجب لاعلى وده يؤدي الى transverse wrinkles of the forehead تجاعيد عرضيه في الجبهه وده يديني الاكسبريشن او التعبير بتاع التعجب السربرايز او الخوف. طيب مين النيرف سبلاي بتاع العضله دي؟ يعني مين النيرف اللي هيغذيها عشان تعمل هذا الكونتراكشن؟ نيرف اسمه فيشيال نيرف. فيشيال جايه من فيس فده النيرف اللي بيغذي عضلات الوجه عموما وايضا يغذي هذه العضله اللي هي الاوكسيبيتو فرونتاليس مصل. ده فيشيال نيرف ده عصب مهم جدا بيغذي عضلات الوجه وايضا هذه العضله الاوكسيبيتو فرونتاليس مصل.
يبقى اتكلمنا اولا على المسل اوف ذا سكالب which is one muscle formed of two frontal bellies اماما two occipital bellies خلفا مربوطين بهذه الطبقة السميكة من الفايبرس تيشو اللي اسمها epicranial aponeurosis واتفقنا ان هذه المسل شغلتها pulling the skull backwards فترفع الاي براوز لفوق فتعمل التجعيد العرضية في الجبهة تديني expression of surprise or fear هذه العضلة supplied by the facial nerve طيب كده اتكلمنا على المسل of the scalp تعالوا بقى نتكلم على المسلز of the face موضوع مهم جدا the muscles of the face بنسميها muscles of facial expressions يعني العضلات المسؤولة عن تعبيرات الوجه facial expressions يعني تعبيرات الوجه يعني دي العضلات اللي بتستخدمها عشان تدي تعبير الابتسامة تعبير التكشيرة تعبير القرف تعبير التعجب وهكذا بتدي التعبيرات المختلفة من خلال هذه العضلات اللي موجودة في الفيس هذه العضلات ليها قواعد عامة ايه القواعد العامة بتاعت هذه العضلات اولا all the muscles arise from the bones of the skull or subcutaneous tissue يعني هذه العضلات جميعها اللي موجودة في الفيس بتاخد أورجين منين يا إما من البونز أوف ذا سكال من البونز نفسها أو سبكيتينيس تيشو سبكيتينيس تيشو يعني سب يعني تحت كيتينيس يعني سكين تيشو يعني نسيج يبقى إما بتاخد أورجين من السكال أو بتاخد أورجين من نسيج موجود تحت الجلد بنسميه سبكيتينيس تيشو All the muscles are inserted into the skin. هذه العضلات جميعها الانسرشن بتاعها في السكين. ليه؟ عشان تعمل لي الاكشن بتاعها. ايه هو الاكشن يا شباب؟ They move the skin of the face in the different facial expressions. ما هو انا لما اشد الانسرشن في الفيس ناحية الاورجن اللي غالبا في السكال هتحرك السكين بتاع الفيس فتديني the different facial expressions تعبيرات الوجه المختلفة ومن أجل هذا سمينا هذه العضلات عضلات الفيس muscles of facial expressions طيب يبقى المسلز دي كلها أخذت origin إما من البونز of the skull أو من subcutaneous tissue هذه العضلات جميعا كلها inserted في السكين في السكين وبالتالي حينما تعمل contraction وتأثر هتشد السكين so they move the skin of the face هتشد على جلد الوجه in the different facial expressions تعبيرات الوجه المختلفة ومن هنا سميت هذه العضلات muscles of facial expressions عضلات تعبيرات الوجه كلهم supplied بالنيرف اللي قلنا عليه اللي هيغذي عضلات الفيس كلها ألا وهو الفيشيال نيرف طيب هنلاحظ حاجة كمان وإحنا بنتكلم على هذه العضلات سايت أين تقع هذه العضلات they lie in the superficial fascia إيه superficial fascia دي تحت الجلد مباشرة بنلاقي طبقتين بنسميهم fascia حاجة اسمها superficial fascia ودي بتبقى ساعات معمولة من طبقة رقيقة جدا من الفات في بعض الأحيان وتحتها طبقة أخرى اسمها ديب فاشيا الديب فاشيا دي طبقة أكثر سمكا معمولة من فايبرس تيشو يبقى تحت الجلد مباشرة هنلاقي طبقتين من الفاشيا طبقة اسمها سوبرفيشال فاشيا سوبرفيشال يعني سطحية and deep to the superficial fascia في ديب فاشيا بتبقى طبقة أكثر سمكا موجودة تحت السوبرفيشال فاشيا يعني انت لو جيت كده تعمل ديسكشن لو جيت هتشرح كده وتفتح كادافر او جثه هتيجي بالمشرط تفتح السكين هتلاقي تحت السكين طبقه اسمها سوبرفيشال فاشيا في معظم اجزاء الجسم بتبقى معموله من فات طبقه دهنيه ثم تحتها طبقه اكثر سمكا معموله من نسيج ليفي اسمها ديب فاشيا هذه العضلات the muscles of the face احنا اتفقنا لازم تبقى inserted في السكين وبالتالي لازم تكون موجوده تحت السكين مباشره عشان تبقى inserted في السكين وبالتالي the site of these muscles they lie in the superficial fascia and there is no deep fascia in the face يعني ما فيش deep fascia in the face ليه؟ لأن هي عايزة تاخد origin من البون وتروح تبقى inserted في السكين فلو في deep fascia مش هتعرف توصل من البون للسكين
عشان كده نلاحظ الآتي: in the face we have no deep fascia. نقطة مهمة. فتقع هذه العضلات in the superficial fascia، وبالتالي بنقول they lie subcutaneous. Subcutaneous يعني تحت الجلد. They lie subcutaneous. These muscles serve two main functions. ليهم وظيفتين رئيسيتين. ما هي وظائفهم؟ أولا they act as sphincters or dilators to the orifices in the face. نفهم بقى يعني orifices in the face، يعني فتحات الوجه. Orifice يعني فتح. Orifices of the face يعني فتحات الوجه. فهما they act as sphincters. Sphincters يعني زي ما نقول كده صمام بيقفل. Or dilators. Dilator يعني بيعمل اتساع أو بيفتح. وبالتالي وظيفتهم الرئيسية إما إغلاق أو فتح فتحات الوجه المختلفة. يعني مثلا هنيجي نلاقي فتحة زي الأوربت، فتحة العين guarded by the eyelids اللي هي المتحكم فيها الجفون، أو فتحة النوز guarded by the nostrils، فتحة الأنف والمنطقة اللي بتحيط بها اسمها nostrils، أو الموث الفم guarded by the lips اللي بيقفلوا بيفتحوا الشفاه. يبقى هذه العضلات وظيفتها الأولى إنها ممكن تغلق أو تفتح فتحات الوجه المختلفة: الأوربت العين وبيتحكم فيها الجفون، فتحات النوز واللي بيتحكم فيها النوسترلز، فتحات الموث وبيتحكم فيها اللبس أو الشفاه. الفانكشن الثانية زي ما قلنا facial expressions، تعبيرات الوجه، and help in speaking and mastication، بتساعد في speaking يعني في الحديث في الكلام. يعني وانا بتكلم عضلات الوجه بتساعد، لان مثلا ممكن عاوز افتح بقي اقفل بقي الى اخره، وبتساعدني في الماستيكيشن يعني المضغ، بتساعدني في المضغ. دي القواعد العامة للمسلز اوف ذا فيس. واحنا في المسلز اوف ذا فيس هنركز اساسا على ثلاث عضلات هنعرفهم بالتفصيل. طبعا انتوا لما تشوفوا كده المسلز اوف ذا فيس دول كتير قوي كتير قوي قوي، احنا هنركز فقط على ثلاث عضلات في الفيس هم اللي هنتكلم عليهم باستفاضه. اول حاجه الاوربيتال جروب، يعني مجموعه عضلات العين muscles of orbit and eyelid. الاوربيت اللي هو تجويف العين، والايليدز هي الجفون. العضله اللي موجوده هنا اسمها orbicularis oculi. ليه الاسم ده؟ اوكيولاي يعني عين، اي حاجه مرتبطه بالعين بنسميها اوكيولار. اوربيكولاريس جايه من اوربتس، اوربتس يعني مدارات، لان زي ما شفتوا وزي ما قلنا قبل كده واحنا بنتكلم على المسلز في المحاضره اللي فاتت ان المسلز دي هتبقى على شكل مدارات في الجفون، ومن هنا جاءت التسميه اوربيكولاريس اوكيولاي. طيب هذه العضله المهمه اللي هنتكلم عنها دي، This is the sphincter of the eyelids، يعني دي المسؤولة عن إغلاق العين. هذه العضلة اللي موجودة في الأيليدز اللي هي هنا دي اللي اسمها orbicularis oculi، This is the sphincter of the eyelids، يعني هي اللي بتقفل العين. It encircles the orbital opening. Encircles يعني بتحيط بالorbital opening، يعني فتحة العين. يعني لما نيجي في السكال كده نلاقي فتحة العين تجويف العين، هنلاحظ ان هذه العضلة موجودة في الجفون، وبالتالي it encircles او بتحيط بفتحة العين. هذه العضلة اللي هي الاوربيكولاريس اوكيولاي consists of three parts، ليها ثلاث اجزاء. ليها ثلاث اجزاء. اول جزء اسمه palpebral part، اول جزء palpebral part، الجزء الثاني اسمه orbital part، والجزء الثالث اسمه lacrimal part. يبقى في lacrimal part، orbital part، والجزء الاول palpebral part. تعالوا كده نشوف ايه حكايتهم دول. لما اقول palpebral يبقى انا بعني eyelid، اي حاجه مرتبطه بالايليد بالجفن بسميه palpebral. اول جزء من orbicularis oculi palpebral part، ايه الاكشن بتاعها؟ gentle closure of the eyelids، يعني القفلة الرقيقة أو الحنينة بتاعة الايليدز بتاعة الجفون. خدوا بالكم إن إحنا وإحنا بنقفل الجفون عندنا قفلتين للجفن، في قفلة رقيقة gentle closure، قفلة خفيفة كده
دي زي اللي بنعملها واحنا نايمين، او واحد وهو بيرمش بعينيه، دي جنتل كلوجر. في قفله اخرى بنسميها الفيرم كلوجر اوف ذا ايليد، القفله القويه للجفون. دي امتى تحصل؟ لو حضرتك ماشي في الشارع وقامت رياح شديده جدا واتربه عنيفه وذرات تراب هتخش في عينيك، تقوم قافل عينيك بقوه عشان تحميها من هذه الاتربه اللي ممكن تدخل عينيك. إذن قفله العين ليها طريقتين، جنتل كلوجر وفيرم كلوجر. هذا البالبيبرال بارت اللي هيكون موجود هنا، موجود في المارجن اوف ذا ايليدز في حافه الجفون، ده مسؤول عن الجنتل كلوجر اوف ذا ايليدز، القفله الرقيقه الحنينه بتاعه الايليدز during sleeping and blinking. وخدوا بالكم وانا برمش بعينيا كل مره بعمل blinking او طرفه العين دي helps in flow of tears، يعني كل مره برمش بعينيا بساعد على ان التيرز تنتقل من مكان افرازها لمكان تجميعها، فتسمح بالفلو اوف تيرز يعني حركه الدموع امام العين. خدوا بالكم عينينا قدامها طبقه من الدموع، ودي مهم عشان تديها حمايه من البكتيريا مثلا، من اي حاجه ممكن تدخل فيها، فطبقه الدموع دي موجوده قدام العين باستمرار. So this palpebral part اللي موجود في المارجن اوف ذا ايليد شغلته ايه؟ جنتل كلوجر اوف ذا ايليدز، القفله الرقيقه للعين، زي اثناء النوم، زي اثناء البلينكينج، رمشه العين اللي بتساعد الفلو اوف تيرز ان فرونت اوف ذا اي. ده البالبيبرال بارت. الجزء الثاني اسمه اوربيتال بارت، ده موجود في باقي الاي ليدز. هذا الاوربيتال بارت بيعمل firm closure of the eyelids، ده بقى بتاع firm closure، قفلة قوية for protection from dust and light. زي ما قلت لكم عشان لو ماشي في شارع وحصلت أتربة جامدة جدا ورياح عنيفة جدا بتقفل عينيك جامد قوي عشان تحميها، أو لو كنت في مكان معتم ضلمة مرة واحدة أضاءه أضواء باهرة برضو بتقفل عينيك جامد قوي عشان تحميها من الإكسترا لايت اللي تعرضت له مرة واحدة. يبقى الجزء الثاني من الاوربيكولار سيركولاي هو الاوربيتال بارت، ده اللي موجود هنا في باقي الايليدز، وده مهم فور فيرم كلوجر اوف ذا ايليدز فور بروتكشن فروم داست اند لايت. الجزء الثالث اسمه لاكريمال بارت، لاكريمال يعني الدموع، عشان كده هيبقى عندنا لاكريمال جلاند الغده الدمعيه، عندنا لاكريمال ساك الكيس الدمعي ده اللي بيجمع التيرز. اللاكريمال بارت سمول بارت ويتش لايز ميديالي، اللاكريمال بارت ده بيبقى جزء صغير موجود ميديالي، ميديالي يعني عند الميديال انجل اوف ذا اي، احنا العين عندنا هنا ميديال انجل وعندنا هنا لاترال انجل، فاللاكريمال بارت ده موجود عند الميديال انجل اوف ذا اي، and its action it dilates the lacrimal sac to help drainage of tears، يعني بيسمح بتمدد اللاكريمال ساك او بيوسعه عشان يدخل جواك تيرز، عشان يحصل درينج اوف تيرز او نجمع فيه تيرز اللي حصل لها سيكريشن. معلومه بس عشان نفهم، العين فيها لاكريمال جلاند هنا لاترلي، وفيها لاكريمال ساك هنا ميديلي، فاللاكريمال جلاند تفرز الدموع، كل ما برمش التيرز تمشي من اللاكريمال جلاند للاكريمال ساك، واللاكريمال ساك اللي هنا هيجمع التيرز وياخدها ينزل بيها على النوز. هيجمع التيرز اللاكريمال ساك اللي هنا وياخد التيرز ينزل بيها على النوز. عشان كده لو حصل ايه؟ لو حصل ان التيرز زادت لاي سبب من الاسباب، في حد بيعيط بيبكي والتيرز زادت قوي، تيرز كتيره هتمشي من اللاكريمال جلاند اللي هنا تروح لللاكريمال ساك اللي هنا اللي ياخدها بدكت ينزلها للنوز، فعلى طول تلقائيا بعد ما حد يكون بيبكي بكاء شديد قوي بعد كده هيعمل ايه؟ هينف التيرز اللي نزلت للنوز، عشان كده ده بيأكد ان التيرز بتنزل فاينالي تو ذا نوز. المهم نرجع تاني، احنا عندنا هنا اللاكريمال ساك اللي بنعوزه يتسع عشان يستوعب التيرز اللي جايان، ده دور مين؟ ده دور اللاكريمال بارت، عشان كده بنقول ده لاكريمال بارت عبارة عن small part which lies medially and it dilates the lacrimal sac، بتسمح
تساعد لك رمال ساك عشان يستوعب التيرز ويجمعها وياخدها وينزل بيها على النوز. مين النيرف سبلاي اوربيكولاريس اوكولاي؟ من غير ما تفكر، ما دام الاوربيكولاريس اوكولاي دي عضله من عضلات الفيس، يبقى النيرف سبلاي بتاعها مين؟ فيشيال نيرف. يبقى اتكلمنا على الاوربيكولاريس اوكولاي، قلنا عباره عن بالبيبرال بارت موجوده في المارجنز اوف ذا ايليدز، شغلتها الجنتل كروجر اوف ذا ايليدز. اوربيتال بارت موجوده في باقي الايليدز، شغلتها الفيرم كلوجر اوف ذا ايليدز. لاكريمال بارت موجود ان ذا ميديال انجل اوف ذا اي، وشغلتها دايلاتيشن، توسيع اللاكريمال ساك تو هيلب درينج اوف تيرز، من اجل استيعاب الدموع. تاني عضله هنتكلم عليها في الاورال جروب. اورال يعني جايه من اورال كافيتي. اورال كافيتي يعني تجويف الانف، الفم، تجويف الفم. فالاورال جروب هنتكلم على المسلز اوف ليبس اند تشيكس. مسلز اوف ليبس يعني عضلات الشفاه، مسل اوف تشيكس يعني عضلات الخد، تشيك هو الخد. هنتكلم على عضلتين في المجموعه دي. اول عضله هي الباكسينيتور، ادي العضله دي، دي الباكسينيتور مسل. This is the muscle of the cheeks، يعني دي عضلة الخد. يعني حضرتك لو شفت الخد، الخد ده متغطي من بره بسكين طبعا، ومتبطن من جوه داخل الفم بميوكس ممبرين، غشاء مخاطي. ما بين السكين اللي بره والميوكس ممبرين اللي جوه في عضلة، العضلة دي هي مين؟ الباكسينيتور. الباكسينيتور تاخد أورجين منين؟ احنا اتفقنا كقاعدة عامة ان عضلات الفيس غالبا بتاخد اورجن من البونز اوف ذا سكال. خدت اورجن فروم ذا ماكسيلا اند ماندبل، يعني هتاخد اورجن من هنا من الماكسيلا، وهتاخد اورجن من هنا من الماندبل. يبقى خدت اورجن من الماكسيلا وخدت اورجن من الماندبل. انسرتد فين؟ راحت انسرتد ان ذا ليبس، راحت انسرتد في الشفاه. يعني هي خدت اورجن من ماكسيلا ماندبل وراحت انسرتد ان ذا ليبس في الشفاه. مين النيرف سبلاي؟ ما تفكرش كتير، muscle of the face يبقى nerve supply facial nerve. طيب هذه الباكسينيتور شغلتها ايه؟ what is the action of the vaccinator؟ اول حاجة prevents the accumulation of the food in the vestibule of the mouth، تمنع تراكم الطعام في ال vestibule of the mouth. هتقول لي طبعا هو ايه ال vestibule of the mouth ده؟ ال vestibule of the mouth هو المنطقة من الفم، جزء من الفم الموجودة بين الخد والأسنان. يعني انت لو تاخد بالك في سبيس، في فراغ ما بين الخد والأسنان، ده اللي لما بتكون بتغسل سنانك بتدخل فرشة الأسنان في هذا الفراغ. فالفيستيبيول اوف ذا ماوث هو السبيس، الفراغ الموجود بين الخد والأسنان. فالمنصل دي تمنع تكوم او تراكم الأكل في هذه المنطقة. By pressing the cheeks against teeth، بتخلي الشيكس تنقبض كده، فتضغط للشيكس against the teeth على الأسنان. أنا لما أضغط للشيكس على الأسنان، فأي أكل موجود في الفيستيبيول بدخله للمنطقة اللي داخل الأسنان اللي بنسميها الأورال كافيتي، تجويف الفم الفعلي نفسه. يبقى أول شغلانة لهذه العضلة، هذه العضلة بتمنع تراكم الطعام في الفيستيبيول اوف ذا ماوث. وقلنا الفيستيبيول هو السبيس اللي بين الخد والاسنان، السبيس اللي بدخل فيه فرشه الاسنان وانا بغسل سناني. ازاي بتقوم بهذا الامر؟ بانها بتعمل بريسنج، بتضغط للتشيكس اجينست تيث، وبالتالي بتفرغ هذه المنطقه من الطعام. نمبر 2 ويسلينج، الصفاره، واحد يصفر. واللطيف بقى انه باللاتيني باكسينيا يعني ترومبت. عارفين الترومبت؟ الترومبت الاله النفخ النحاسيه، تلاقوا كده في الفرق الموسيقيه الترومبت دي اله نفخ نحاسيه كبيره قوي، والشخص عمال ينفخ فيها وخدوده كده طالعه لبره جامد قوي قوي قوي. فقالوا طيب اللي بينفخ في الترومبت ده بيستخدم الباكسينيتور ان ذيس اكشن، فاحنا هنسمي الباكسينيتور باسم الترومبت باللاتيني. فسموا هذه العضلة باكسينيتور نسبة إلى الباكسينيا اللي هو اسم الترومبت باللاتيني. and blowing of air، لو واحد عايز ينفخ هواء كده جامد يملى بقه بالهواء وينفخه لبره، فهو بيستخدم الباكسينيتور، the muscle of the cheek. number 3 suckling in babies، في الرضاعة. يعني الطفل هو بيرضع، الرضاعة بتعتمد إلى حد كبير قوي على الأكشن of this vaccinator. طفل هو بيرضع
مهم ان هو يشغل هذه الباكسيميتر. يبقى دي العضلة الاولى نتكلم عنها as regards lips and cheeks. الباكسيميتر هي العضلة بتاعة الخد، قلنا خدت اورجن من المجزلة and mandible, inserted in the lips, nerve supply, facial nerve زي كل عضلات الفيس، والاكشن نمرة واحد تمنع accumulation of food in vestibule of mouth، ثانيا بنستخدمها في الويزنج اند بلوينج اوف اير، ثالثا بيستخدمها الطفل العضله الثانيه اللي مرتبطه بالليبس هي الاوربيكولاريس اورس. ليه سميناها اوربيكولاريس اورس؟ اورس جايه من اورال كافيتي يعني تجويف الفم، اوربيكولاريس عشان العضله دي برضو in the lips في الشفاه عاملة circles بالمنظر ده، نفس المدارات زي الأوربيكولاريس أوكيولاي، فسميناها أوربيكولاريس أورس. هذه العضلة بنقول عليها this is the sphincter muscle of the lips، يعني هي العضلة المسؤولة عن ضم الشفاه، هي اللي بتقفل الفم، هي اللي بتضم الشفايف لبعض، هي اللي بتقرب الشفاه من بعض، approaches the lips together تقرب الشفاه بقرب من بعض، and help in whistling and speech بتساعد الصفارة لو واحد عايز يصفر بيستخدمها، and speech بتساعد في الكلام، في حروف مش ممكن هننطقها من غير ما نضم شفايفنا لبعض زي ال P زي ال B زي ال M وبالعربي زي الميم. الحروف دي لا تنطق إلا بضم الشفاه، وبالتالي العضلة دي بتلعب هذا الدور في السبيتش. بنقول this is a circular muscle يعني عضلة دائرية around the mouth، زي ما انتوا شايفين هي عبارة عن fibers في اللبس حول الفم، forming ellipse around the mouth تعمل مدارات حول الفم. هذه العضلة is formed of four quadrants يعني مكونة من أربع تربع، upper right quadrant, upper left quadrant, lower right quadrant, lower left quadrant. في ال upper lip في الشفة العليا في upper right و upper left quadrants، في الشفة السفلى في lower right and lower left quadrant. So it is formed of four quadrants أو أربع تربع. دي الأوربيكولاريس أورس، يبقى كده اتكلمنا على الأوربيكولاريس أورس وكلمنا على الأوربيكولاريس أوكيلاي and باكسينيتور. So these are the three important muscles that we need to know in the face. ننقل على قصة أخرى، muscles of mastication عضلات المضغ. عضلات المضغ هي اللي بنستخدمها في مضغ الطعام. The muscles of mastication are four muscles. كلهم arise from the skull. All of them arise from the skull. كلهم واخدين origin from the skull. And all are inserted into the mandible. كلهم عاملين insertion في المندبل. كلهم خدوا origin من السكال. كلهم عملوا insertion في المندبل. مين هم هذه العضلات الأربعة؟ العضلات الأربعة دول هم أولاً العضلة دي اللي اسمها temporalis. التemporalis دي عضلة موجودة هنا في temporal region related للtemporal bone، واللي شاطر ومذاكر واللي بيذاكر محاضرة بمحاضرة يفتكر temporalis دي جبنا سيرتها المحاضرة اللي فاتت لما قلنا this is an example لأنهي نوع من العضلات، اللي مذاكر وشاطر يفتكر ان احنا قلناها كexample للtriangular muscles. العضلة التانية اللي عندي في المسلز ومسكيشن هي المسيتر. المسيتر عضلة مغطية المندبل، مغطية الريمس اوف مندبل، يعني هي بتبقى مغطية هنا الريمس اوف مندبل هو الجزء ده، دي المسيتر. على فكرة العضلتين دول اللي هما المسيتر والتمبوراليس نقدر نحسهم. نحسهم ازاي؟ لو جزينا على اسناننا، if we clench our teeth، لو ضغطنا على اسناننا وجزينا على اسناننا كده هنحس العضلتين دول بيعملوا كونتراكشن. واحده حسها بتعمل كونتراكشن فوق المندبل تحت الاذن، يعني ادي الاذن اهو تحت الاذن على طول على المندبل احس عضله بتعمل كونتراكشن، وعضله تانية فوق الاير في المنطقه دي اون ذا سايد اوف ذا سكال احس العضله دي بتعمل كونتراكشن. مش كده بقول لكم لو جزينا على اسناننا if we clench our teeth we can feel
these two muscles contracting. طيب يبقى اتفقنا دي اللي هي المسيتر واتفقنا دي اللي هي التمبوراليس. خدوا بالكوا دول بره السكال وبره المندبل. انما لو جيت كسرت المندبل هلاقي ديب للمندبل. انا هنا كسرت المندبل هلاقي ديب للمندبل عضلتين تانيين، واحده اسمها لاترال تريجويد والثانيه اسمها ميديال تريجويد. ذا بي از سايلنت لا تنطق. يبقى lateral pterygoid and medial pterygoid. يبقى في medial pterygoid و lateral pterygoid دول deep للريمس of mandible. فأنا كسرت المندبل عشان أبينهم. واحدة superficial للريمس of mandible اللي هي المسيتر، واحدة على السكال اسمها temporalis. طبعا واضح في temporalis إنها ليها wide origin من السكال وجات عملت تندر رفيع كده هينزل يعمل insertion في المندبل، عشان كده قلنا إنها شكلها إلى حد ما triangular. So these are the four muscles of mastication. طيب عرفنا the four muscles of mastication. مين بيديهم nerve supply؟ All these muscles are supplied by the mandibular nerve. هم عضلات inserted في المندبل والنيرف اللي بيغذيهم كنيرف سبلاي هو المانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف هم بيشتغلوا على ايه المسلز دول؟ المسلز دول بيسمحوا ان المندبل ينزل لتحت ويطلع لفوق. يعني المندبل ينزل لتحت when I open my mouth المندبل بينزل لتحت، when I close my mouth المندبل بيطلع لفوق. يبقى هما بيسمحوا بان المندبل ينزل لتحت ويطلع لفوق، ويسمحوا ان المندبل يتحرك لقدام حركة بسيطة، دي اللي سميناها protrusion of mandible، او يرجع لورا دي اللي سميناها retraction of mandible. معنى كده العضلات دي بتسمح بحركة المندبل. طب هي بتشتغل على أنهي جوينت؟ يعني الحركة دي بتحصل فين؟ بتحصل هنا في هذا الجوينت. مين الجوينت ده؟ الجوينت ده جوينت بين المندبل والسكال. أنهي حتة من السكال؟ التمبرال بون. كان في هنا منديبلر فصة في التمبرال بون، عشان كده سمينا هذا الجوينت، لأنه جوينت بين المندبل والتمبرال بون سميناه تمبرو منديبلر جوينت. يبقى the muscles of mastication act on the temporomandibular joint allowing two types of movements. Depression of mandible to open the mouth, elevation of mandible to close the mouth, protrusion of mandible أسحبه لقدام، retraction of mandible أرجعه لورا. والحركات دي بنعوزها وقت الماستيكيشن أو المطق. فلما نشوف الاكشن اوف ذيس ماسلز هنقول ايه؟ هنقول ان all the muscles of mastication elevate the mandible. قلنا العضلات دي هترفع المندبل to close the mouth. ما هذا واحده دايما هيبقى عندنا واحده مختلفه. مين المختلفه؟ the lateral pterygoid which depresses the mandible to open the mouth. يبقى احنا بنقفل الماوث، we close the mouth by elevating the mandible بواسطه muscles of mastication. ما عدا only one muscle اللي هي اللاترال تريجويد، هذه هي الوحيده اللي بتخفض المندبل وبالتالي بتؤدي الى ان احنا نفتح الماوث. طيب مين بيعمل بروتراكشن وريتراكشن؟ مين بيسحب المندبل للامام ومين بيرجع المندبل للخلف؟ خدوا بالكم احنا بنسحب المندبل للامام، ده بنسميه بروتروجن او بروتراكشن، وبرجع البروترودد مندبل للنورمال بوزيشن، ده بسميه ريتراكشن. كل المسلز of mastication protrude the mandible except the temporalis which retracts the protruded mandible. يبقى تاني، كل المسلز عملت elevation للمندبل، كل المسلز عملت elevation للمندبل ما عدا اللاتيرال تريجويد، دي الوحيدة اللي عملت depression. ثانيا، كل المسلز عملت protrusion للمندبل سحبته لقدام ما عدا هذه التمبوراليس، هذه التمبوراليس هي الوحيدة اللي هتعمل retraction للprotruded mandible. So these are the muscles of mastication. نأتي الآن إلى آخر مجموعة muscles تهمنا في الهيد، وهي extraocular muscles. Extra يعني خارج، ocular أي حاجة ocular يبقى عين. Extraocular muscles يعني العضلات اللي بتتحكم في الايبول في كرة العين، وهذه العضلات تقع خارج كرة العين. احنا هيبقى بعد كده هنعرف ان شاء الله عندنا عضلات within the eyeball في جدار كرة العين. دي عضلات ممكن تضيق حدقة العين، توسع حدقة العين، تغير قوة العدسة،
دي عضلات لا إرادية موجودة جوه كرة العين. إنما اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي احنا بنسميه extra ocular muscles دي muscles that lie outside the eyeball. يعني لما نيجي نشوفهم كده لو دي كرة العين ادي العضلات اللي انا بتكلم عليها، العضلات دي خارج كرة العين، شبكة في كرة العين من الخارج لكن ما هيش جوه كرة العين. العضلات دول سبع، الاكسترا اوكيولار ماسلز دول سبع. السبع دول عبارة عن ايه؟ بنقول دي لاي اوتسايد ذا ايبول، اتفقنا على النقطة دي. دي ار ريسبونسبل فور ذا موفمنتس اوف ذا ايبول، يعني العضلات دي مسؤولة عن ان انت تحرك العين بتاعتك، تلفها يمين وشمال وفوق وتحت، الحركة بتاعت كرة العين عشان تشوف المنظر اللي قدامك. يعني عايز تبص يمين العضلات دي تحرك كرة العين لليمين، عايز تبص شمال العضلات دي تحرك كرة العين لليسار، عايز تبص لفوق تحركهم لفوق، عايز تبص لتحت تحركهم لتحت. السبع عضلات دول عبارة عن 4 rectus muscles 2 oblique muscles and 1 levator. تعال نشوفهم كده واحدة واحدة. الفور ريكتاي ماسلز، ريكتاي جمع ريكتس وريكتس يعني مستقيم، فدول اربع عضلات مستقيمة، اربع عضلات مستقيمة فور ريكتاي ماسلز. لو جينا بصينا على العين من منظر جانبي، ده منظر جانبي العين، هنلاقي في عضلة مستقيمة فوق الاي بول اسمها سوبيريور ريكتس، هلاقي عضلة ماشية مستقيمة تحت الاي بول اسمها inferior rectus، هلاقي عضلة مستقيمة on the lateral side اسمها lateral rectus اللي مقطوعة دي، هلاقي عضلة ده منظر بنبص للاي بول من اعلى، ده منظر هنا دي الميديال rectus عضلة مستقيمة on the medial side، يبقى عندي عضلة مستقيمة on the medial side medial rectus، عندي عضلة مستقيمة on the lateral side lateral rectus، عندي عضلة مستقيمة on the upper surface superior rectus، عندي عضلة مستقيمة on the inferior aspect inferior rectus. So we have four recti muscles، أربع عضلات مستقيمة، واحدة فوق واحدة تحت واحدة medial واحدة lateral. وعندي two oblique muscles، لو بصيتوا كده للعضلة دي، العضلة دي بص ماشية كده وبعدين لفت وعملت obliquity، عملت ميل زاوية ميل هنا كده وجت برضو شبكت في الايبول، فلأنها مش مستقيمة دي عاملة زاوية كده سميناها أوبليك، وبرضو لو بصينا من تحت الآي بول هنا نلاقي عضلة برضو ماشية بالعرض أوبليك، دول أوبليك ماسلز. اللي ماشية من فوق دي بسميها سوبيرير أوبليك، واللي ماشية من تحت دي بسميها إنفيرير أوبليك. طيب يبقى أنا عندي أربعة ريكتاي ماسلز، عندي اتنين أوبليك ماسلز، السبعة بتاعتهم اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورز. تقولي ايه الاسم الغريب ده؟ انا معاك هو اسم غريب الحقيقه. طب ليه سميناها كده؟ الحقيقه الليفيتور بالبيبري سوبريورز دي اسمها معبر جدا، لطيفه قوي. ليفيتور جايه من اليفيشن يعني الرافعه. بالبيبري احنا قلنا اي حاجه بالبيبري يعني اي ليد، بالبيبري بقى مرتبطه بالاي ليد بالجفن. سوبريورز جايه من سوبيريور، سوبير يعني الاعلى، يبقى معنى كده ايه؟ العضله دي اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورز، يعني هي رافعة الجفن العلوي، دي اللي بترفع الجفن العلوي لفوق. هو أنا برفع الجفن العلوي لفوق إمتى؟ لما بفتح عيني. يعني لو أنت نايم وجيت تصحى من النوم أول حاجة هتعملها تفتح عينيك. إزاي تفتح عينيك؟ الجفن السفلي ثابت ما بيتحركش ما بينزلش لتحت، لكن أنا بفتح عيني إن الجفن العلوي هو اللي يطلع لفوق. مين اللي بيخلي الجفن العلوي يطلع لفوق عشان أفتح عيني؟ هذه العضلة اللي اسمها بيعبر عنها ليفيتور بالبيبري سوبريورس. So the seven extraocular muscles عبارة عن four recti، عبارة عن two oblique muscles، واحدة ليفيتور بالبيبري سوبريورس. ادي اهو لما ببص من فوق، ادي هنا lateral rectus وادي هنا medial rectus وادي هنا superior rectus ومن تحت inferior rectus، هيبين هنا الinferior rectus في lateral view. اتنين أوبليك، ادي هنا الانفير أوبليك تحت الاي بول وادي هنا السوبير أوبليك فوق الاي بول. وعندي اخيرا اللي ماشية فوق دي تحت الروف تحت سطح الاوربت على طول، دي الليفيتور بالبيبري سوبريوريس اللي رايحة للأبر اي ليد عشان تعمل فيه إليفيشن. اخر معلومة عايزين نعرفها، مين اللي هيدي هذه العضلات؟ لا لسه مش thank you، انا عارف thank you دي اجمل سلايد بتستنوها في المحاضرة، اول ما تشوف ثانك يو قلبك يرفرف كده وتنبسط
وتقول الحمد لله المحاضرة خلصت. لسه أقول معلومة وبعدين ننقل للثانك يو. المعلومة الأخيرة هو مين هيدي العضلات دي نيرف سبلاي. بنقول all the seven extraocular muscles are supplied by the oculomotor nerve. إيه الأوكيلوموتور نيرف ده؟ خدوا بالكوا أوكيلو يعني أوكيلر برضو يعني أيبول، موتور يعني موتور نيرف يعني بيشغل عضلات. بنقول عليه الأوكيلوموتور نيرف ده third cranial nerve. إيه الكرينيال نيرف؟ هنعرف فيما بعد إن المخ البرين خارج منه 12 cranial nerve 12 pairs 12 زوج من cranial nerves. فالأوكيلوموتور نيرف اللي يغذي العضلات دي هو third cranial nerve، الكرينيال نيرف الثالث. طب يا ترى الثيرد كرينيال نيرف الاوكيلوموتور نيرف ده هيغذي السبع عضلات؟ هيغذي خمسه منهم، يفضل اتنين بيتغذوا باتنين كرينيال نيرفز اخرين. هيفضل عندي اللاترال ريكتس دي سبلايد بالابديوسنت نيرف اللي هو 6 كرينيال نيرف، عشان نحفظها بنحفظ ال ار 6. ده لا يعني اي شيء بس كده مختصر عشان نفتكر ان ال ار 6 يعني اللاترال ريكتس از سبلايد باي ذا 6 كرينيال نيرف اللي هو الابديوسنت. والعضله الثانيه المستثناه هي السوبير اوبليك، بنحفظ لها كده اس او 4. ليه اس او 4؟ طبعا ده عدى علينا رمز السلفيت في الكيمستري قبل كده، ملوش علاقه بالكلام ده، بس عشان نحفظ اس او 4 عشان نحفظ ان السوبير اوبليك سبلايد باي ذا تروكليير نيرف which is the fourth cranial nerve. يبقى كل السبع اكسترا اوكيلار ماسلز كلهم خمسه منهم سبلايد بالاوكيلوموتور نيرف اللي هو الكرينيال نيرف الثالث، بينما في عضلتين استثناء من هذا الامر، اللاترال ريكتس سبلايد بست اللي هو 6 كرينيال نيرف اللي هو ديوسنت، والسوبير اوبليك سبلايد بفور اللي هو تروكيال نيرف اللي هو الفورث كرينيال نيرف. كده نكون خلصنا الاكسترا اوكيلار ماسلز، خلصنا الماسل دايد، ونصل للسلايد اللطيفه اللي بتستنوها. ثانك يو. وكده نكون اتكلمنا على الماسل دايد. ان شاء الله المحاضره القادمه يوم الاحد القادم ان شاء الله هنتكلم على المسلز اوف ذا نيك، ليكتشر نمبر 9. عايزين نذاكر، ما ناجلش المذاكره، قريبا جدا هيكون عندنا الميد اكزام، فنذاكر ما ناجلش عشان نكون بنتابع مع بعض المحاضرات بلا تاخير وبلا تاجيل. جود لك ان شاء الله.